اكيد عايزين نقول بقى للناس انه خلاص يعني بيت موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم قرر ان هو يمنح اللعيبه خلاص راحه سلبيه من التدريبات لمده 48 ساعه، وده طبعا بعد التتويج بكاس مصر على حساب طلائع الجيش. الاهلي هيبدا استعداداته بعد انتهاء الراحه السلبيه لانطلاقه الفريق بقى لنسخه الدوري في الموسم الجديد 2020-2021، واللي هتبدا بمواجهه مصر المقصه في الاسبوع الاول من المسابقه المحليه. اعتقد طبعا يمكن كمان مستر بيتسو موسيماني عنده فرصه خلال الفتره دي انه يرتب. انا اعتقد ان الراجل كان بيحاول يتعامل مع كل مباراه وكل بطوله على حده حسب ظروفها وحسب الاوراق المتواجده. على فكره عن الاداء يا احمد، انا اعتقد واعتقد انه الجزء كبير جدا وده جزء ايجابي ان هو الفتره الجايه هنشوف برضو الفريق بشكل مختلف، ولكن مع انه الاداء ده بعد بطوله صعبه زي افريقيا وان اللعيبه تبقى بالتركيز ده في المباراتين دول انا شايفاها حاجه كبيره قوي. من اي مدير فني في الدنيا هيتولى مسؤوليه نادي حتى ولو كان صغير، مش كلام حضراتكم على نادي كبير بحجم النادي الاهلي، اي مدير فني هيتولى مسؤوليه نادي صغير هيبقى عايز وقت عشان يعرف القماشه اللي موجوده معاه، يعرف امكانيات اللعيبه اللي موجوده، يعرف اني طريقه لعب تناسبهم. مستر موسيماني ما كانش عنده الرفاهيه دي. مستر موسيماني جه مطالب منه يحسم ثلاث بطولات في المشاوير الاخيره او في المحطات الاخيره لكل بطوله، وكلها بطولات صعبه جدا وكلها مواجهات حاسمه جدا وكلها عانى الاهلي فيها من نقص وغيابات في صفوفه، فكان بيلعب الراجل بالمتاح، لكن فكره وبصمته الكامله اعتقد انها تبان بقى مع بدايه السيزون الجديد، خصوصا انه اتضاف له 8 اوراق محترمين جدا، 5 من المعارين اللي عادوا مره ثانيه للنادي الاهلي، وثلاث صفقات قدر النادي الاهلي ان هو يحسمهم، وبالمناسبه هيكون لنا وقفه مع الصفقات، فعنده 8 لعيبه اضافه على السكواد اللي ختم بيها الموسم اللي فات، وبالتالي هيكون عنده اريحيه اكتر في انه يشوف ايه طريقه اللعب المناسبه، ازاي يقدر يطور من امكانيات لعبته ويستخدم مهاراتهم وامكانياتهم في طريقه اللعب اللي هيخوض بيها الاهلي منافسات مطالب فيها برضه كالعاده انه يحسمها ان شاء الله لصالحه. كلمنا بقى عن الثلاثيه. طيب الثلاثيه احنا ليه بنقول الثلاثيه تاريخيه؟ لانه زي ما قلت لحضراتكم 21 نادي على مستوى العالم قدروا بس ان هم يفوز او يحصلوا على ثلاث القاب في موسم واحد. الاهلي بالثلاثيه دي بيصعد للمركز الاول، يعني هو كان عنده 2005 2006 2006 2007 ثلاثيتين. قدر ان هو يحط البصمه الثالثه او المكسب الثالث او الثلاثيه الثالثه في الموسم الحالي، وده خلاه الاول على مستوى العالم. النادي الوحيد اللي قدر يعمل انجاز ده قبل الاهلي هو اوكلاند سيتي. الانديه اللي بتيجي بعده في الترتيب زي ما قلت لحضراتكم بايرن ميونخ و برشلونه، وطبعا حضراتكم عارفين يعني ايه بايرن ميونخ ويعني ايه برشلونه. على كل الاحوال لقب كاس مصر اللي جه على حساب طلائع الجيش زي ما قلت لكم، الاهلي فاز موسم 2005 2006 الجيل الذهبي، احرز لقب الدوري الابطال على حساب النجم الساحلي التونسي، وتوج بلقب الدوري كان تقريبا بفرق 14 نقطه عن الوصيف اللي كان الزمالك في التوقيت ده، قبل ما يواجه الزمالك كمان في نهائي كاس مصر ويكسب المباراه بثلاث اهداف دون مقابل. السيزون اللي بعده كرر الاهلي الانجاز، ودي واحده من المرحله الذهبيه، يعني 10 سنين دول حقيقه كانوا ولا اروع ولا احلى. يعني توج بلقب الدوري دوري الابطال في الموسم ده بهدف طبعا تريكا الشهير في تونس على ملعب الصفاقسي التونسي، وبعد كده توج بلقب الدوري المصري، وفي النسخه دي كان بفرق تقريبا 5 نقط بس عن نادي الزمالك اللي جه برده في مركز الوصيف، قبل برده ما يفوز على الزمالك في المره الثانيه ويكسبه في نهائي كاس مصر نهائي الشهير بنتيجه 4-3. يبقى كده الحقيقه الاهلي حقق الثلاثيه 3 مرات، على عكس انه خدوا بالكم في بعض التقارير قالت ان دي ثاني مره، لكن لا هي ثالث مره بيحقق الاهلي الثلاثيه، وده بيضعه على قمه التصنيف العالمي للفرق اللي حصلت على الثلاثيه. وبالمناسبه وبكرر مره ثانيه 21 نادي بس، 21 نادي بس على سطح الكره الارضيه قدروا يحققوا الانجاز ده.